لم تكتفي السلطة بنظرية الشماعة التي علقت عليها أخطاءها سنين طويلة، ما زالت تتهم المواطنين بأنهم سبب التراجع في مصر، فتارة تنسب لهم صفات مذمومة عن ثورة يناير التي أرهقت البلاد وجعلتها تعاني نزيفا اقتصاديا غير مسبوق، وتارة أخرى تحملهم نتيجة التدهور العام بسبب كثرة الخلفة. لم تتورع السلطة وتعترف بأنها أخفقت في حكم مصر، بل تزداد تعاليا وتتهم الناس بأن وجودهم يكرث لمصر الفقيرة أوي وشبه الدولة، وصفات أخرى كثيرة للأسف مذمومة. لم تتوقف السلطة عن بث الأخبار الكاذبة، بداية من عبد الناصر الذي اخترع القنبلة النووية التي ستدمر إسرائيل، وانتهاءا بالسلطة الحالية التي تحمل الآخرين نتيجة أفعالها المشينة والتي جعلتنا كدولة في ذيل الأمم. فقط في مصر ستسمع على شاشات التلفزيون بأن التجار هم سبب غلاء الأسعار لا السلطة، وأن إخفاقنا مع أثيوبيا بسبب يناير لا العساكر، وأن تدهور العملة الصعبة نتيجة أفعال الإخوان لا نظام الهبيشة آكلي مال اليتامى. فقط في مصر كل شيء ينسب إلى غير فاعله، يحملون الناس ما لا يطيقون، يتهموننا بأننا سبب التراجع، ولا يفكرون لحظة بأنهم مسؤولون عن النهضة المزعومة التي وعدونا بها قبل تقليدهم لأي منصب رسمي. وتتراجع مصر يا سادة في كافة المؤشرات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وما زالوا يحملوننا الأزمة. عزيزي المشاهد، إنها حقا حكومة ضعيفة تشبه المدير الذي تعين بالواسطة فلا يستطيع التكيف مع من يرأسهم، ولا يملك خبرة للنهضة بالعمل، فقط يجيد الخصومات والشتم والأسفين. أما عن الإنتاج فخلي بالك، الإنتاج الحربي هبط من الدوري وبيلعب في دوري المظلمة. المهم ما نكونش زي سوريا والعراق، وانت كمواطن تكح تراب مش مشكلة، انت سبب في الأزمة. أيوة انت المواطن اللي عندك أزمة، انت نفس المواطن اللي هو سبب في الأزمة. انزل يا باشا بالأخبار اهو. السيد عمرو أديب الإعلامي الكبير الشهير المعروف بيقول إيه؟ التجار يتعاملون مع بعضهم بسعر دولار غير اللي موجود في البنك المركزي، وكل هذا على حساب المواطنين. الدولار بينهم الآن ب 23 جنيه، هذا الفارق بين البنك والسوق يظهر في غلاء الأسعار. اللي بعده سيد عمرو أديب بيقول مصر دولة فيها فقر مائي، وبعيدا عن موضوع سد النهضة طريقة استهلاكنا للمياه هي الأعلى في المنطقة، المواطن عندنا معدل استخدامه للمية أعلى من دول كتير حوالينا. يبقى السيد عمرو أديب بيقول لكم سد النهضة عليكم كمواطنين، الأسعار عليكم كمواطنين. قال حاجة تانية يا جماعة، ناخد اللي بعده. قال لك بقى ده بقى ده وزير المالية بقى، هنعلى بالليفل أهو. المواطن أحد أسباب أزمة الأسعار، الذين يطالبون الحكومة باللجوء للزراعة بدلا من استيراد محاصيل مثل القمح والعدس والفول للحفاظ على الأسعار دون زيادة، نقول لهم إن المواطن هو السبب في خسارة. بص صريحة وواضحة في الوش حق فؤاد، إن المواطن هو السبب في خسارة رقعة زراعية كبيرة كنا نزرعها حينما بنى عليها والآخر.